هذه المنطقة ديال الفحصاج جات في المنطقة الخمس بني حسان، بني حسان ديال تطوان. كاين واحد المكان تما زوين كيدير شلالات ابيض، شلالات سميتهم ابيض وعندهم سميات اخرين، شلالات افران، شلالات عليكم ابيض اكثر. كانت مغامرة جميلة بزاف الاخوان سيدي الاخوان. أبياضي وغادي نمشيو نشلت أبياضي. أبياضي وغادي نمشيو نشلد أبياضي إن شاء الله، ما باقي لهم شي بزاف إن شاء الله على حسب الريتم المستوى ديال المشي ديال الناس. نطلب الله الرفق ونخرجوا بسلام. الريتم ديال حنا يفلول الله عليكم. صحتك أستاذ. Thank you.
كانت مغامرة جميلة بزاف إخوان سيدو إخواني عملوها أول مرة. كاين شي فيديوهات آخرين غينزلكم خي حسن اللي كيشوفوا الصعوبة ديال أنك توصل لك شي بلاصة ديال القحصة ولكن داك الشيء يستحق أن الحمد لله في حسن كل شيء جالس بخير وعلى خير. كان روندو ريوسي بجميع المقاييس الحمد لله. الجو مزيان والحرارة معتدلة، شوية البرودة في الشلالات ولكن الحمد لله خلاص خلنا عاوتاني في الجنة. إذا الحمد لله على هذا النعمة. شكرا الطراجي كاز مزيان اليوم. صح تحياتي الطراجي كاز مزيان اليوم. صح شكرا الطراجي كاز مزيان وين وهاديك الروعه. شلالات سميتهم ابيض وعندهم سميات اخرين، شلالات افران، شلالات اطويقه ديال اقرو اللي معروفه عند الناس ديال المكان السكان اللي تما. واستملحنا مع المجموعات ومع الناس وخدينا واحد النشاط كان شي زوين وتبارك الله جوزنا واحد اربع سوايع مستمليحه ممتعه مع الحباب مع النشيطين ديال لي روندوني. تبارك الله عاود رجعنا للمكان ديال الفحص حولنا المكان ديال بقينا السيارات بعد جينا في حالات